وأكبر من عمر النادي بحاله، ولعيبة ونجوم في قلوبنا خلاص اتشالوا، وهتفنا باسمه ويستاهل يتغنالوا يا مشجع. الأهلي طول عمره حاصد البطولات والواجهة المشرفة لمصر في جميع المحافل الكروية. معانا على التليفون العميد محمد مرجان مدير تنفيذي للنادي الأهلي. كابتن أيمن، إزاي الصحة يا كابتن أيمن؟ الله يسلمك، وألف ألف مليون مبروك يا فندم. ربنا يخليك، مبروك على النادي الأهلي، مبروك على جمهوره، مبروك لمصر كلها، مبروك للشعب المصري كله. مصر النهارده بتفرح، مباراة قوية بين فرقتين بيمثلوا مصر، ده نهائي أفريقيا، هي دي مصر بيقولوا عليها. النهارده انتصار الأخلاق، انتصار مبادئ، النهارده بداية جديدة للرياضة المصرية هنمشي عليها كلنا إن شاء الله بإذن الله. ببارك يعني لازم أبارك له لوحده كابتن محمود الخطيب اللي استحمل كل شيء صحيح عشان خاطر يحقق حلم الجمهور. مظبوط، ما غلطش في حد غلط، قعد ثلاث سنين هو ومجلس ادارته بيستحملوا عشان خاطر يحققوا حلم جمهورهم، عشان خاطر يحققوا حلم الجمعيه العموميه. بادب، باخلاق، باحترام، باحترام المنافس في كل شيء. الرياضه هي دي اللي احنا اتعلمناها، الرياضه اخلاق. النهارده احنا بنقول مصر قويه، رئيس مصر قوي ما بيخافش من حد، القانون بيطبق على الكل. النهارده ربنا اعزنا ونصر النادي الاهلي ونصر جمهور النادي الاهلي عشان احنا اتظلمنا كتير، وان شاء الله الفتره اللي جايه هي اسمها الاخلاق، اسمها المبادئ اللي احنا كلنا بنتمسك بيها والناس كانت بتتريق عليها بالصوت العالي عمرها. التنافس، في حاجه اسمها تنافس شريف، في حاجه اسمها تنافس محترم، كلنا اتعلمنا كده وتربينا على كده وهنكمل كده ان شاء الله باذن الله. اعتقد يا فندم من القيم والمبادئ واسلوب النادي الاهلي صعب جدا نلاقيه في حته تانية، وصعب جدا ان حد يتريق على الحاجات دي. طبعا يا فندم هتلاقيه النادي الاهلي في مؤسسات في الدوله كتير جدا 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 بتبذل مجهود عشان خاطر البلد دي، زي النادي الاهلي ما هو عارف دوره. النادي الاهلي دوره كمؤسسه بيبني بلد، دوره كمؤسسه بيبني جيل، بيبني شباب، بيبني ناس عندها اخلاق، صحيح، يعلم ولاده ازاي يحبوا بلدهم. صحيح، مؤسسات كتير في مصر بتعمل اكتر من النادي الاهلي، في مؤسسات كتير بتضحي بروحها، جيش وشرطه في قضاء، مش النادي الاهلي وحده اللي عنده مبادئ. مظبوط، نعم اللي عندهم مبادئ كتير بس صوتهم ما بيطلعش، لكن الذي عنده مبادئ وعنده اخلاق يبقى صوته هو اللي عالي، مش عديم الاخلاق هو صوته عالي ونقف وراه، ما ينفعش. لازم اللي عنده مبادئ هي الناس تقف وراه، واللي عنده اخلاق نكبره ونقف وراه. انا بقول هارد لك لنادي الزمالك، احنا بنحترمه، منافس قوي جدا جدا جدا، قدم مباراه قويه جدا جدا. النادي الاهلي النهارده كان يستحق الفوز بفضل من ربنا سبحانه وتعالى وجهاز الفني. ابارك لكابتن سعد عبد الحفيظ لانه برضه استحمل كتير جدا جدا، وان شاء الله باذن الله باذن الله انتصارات بفضل ربنا الفتره اللي جايه عشان مصر كلها تفرح. يا كابتن ايمن الشوارع كلها بقت حمراء، صحيح، احنا بقالنا كتير جدا ما شفناش الكلام ده. مظبوط، بقالنا كتير جدا. مزبوط، الشعب المصري ما خرجش يحتفل. انا هرجع تاني بقول هارد لاك لنادي الزمالك، عملوا مباراه قويه جدا، جمهور نادي الزمالك جمهور محترم، وصل الفاينل افريقيا اول مره، ولكن كانت مباراه المكسب فيها الاول والاخير هي مصر فقط لا غير، نهائي افريقي مصري اول مره في التاريخ. سياده العميد، سياده العميد، انا عايز ارصد الفرحه بتاعه الجمهور في النادي الاهلي، سواء مدينه نصر، الجزيره، الشيخ زايد. الثلاث فروع مفتوحين، لازم تتابعوا الكلام ده، انزلوا الكاميرات موجوده، لازم تتابعوا افراحوا. احنا بنتابع على الشاشه على الهواء، خلي بالك صوت وصوره. تمام، ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله. مبروك لكل اهلاوي مخلص وقف خلال الثلاث سنين اللي فاتت عشان خاطر يحافظ على النادي الاهلي ويحافظ على المبادئ والقيم والاخلاق. تقول ايه الجمهور الاهلي بعد الموسم الصعب جدا ده؟ بقول الف مبروك. محمود الخطيب ما بيعملش حاجه في حياته غير اللي هو بيخدم النادي الاهلي، عايز يحقق طموح جمهوره اللي احنا فيه النهارده، عشان جمهور واداره وجمعيه عموميه، عائله الاهلي هي اللي انتصرت النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا بنبذل اقصى جهد عشان بنحب النادي الاهلي. بقول لجمهورنا يا جماعه الروح الرياضيه، التشجيع، فرقتنا قويه الحمد لله، دوركم في المدرجات، دوركم في المدرجات تشجعوا، عايزين تنقذوا معانا احنا زي ما انتم عايزين، نحترم المنافس. ان شاء الله البطولات اللي جايه بعد 2020 هتبقى هي دي الرياضه اللي احنا عايزينها في مصر، هي دي الرياضه اللي احنا عايزينها. الجماهير تبقى لو سمحت بنتنافس، ولكن في الاخر احنا في الاخر اصحاب. احنا وصلنا لمرحله الناس كان عندها شحن فوق العاده، ده غلط. لازم النهارده نقول لجمهور النادي الاهلي انت جمهور كبير، الرياضه مكسب وخساره، انتوا اي نعم اتعودتوا على المكسب بس، وان شاء الله باذن الله كابتن محمود الخطيب ومجلسه هيرجع لكم المكسب بس، ان
ان شاء الله ان شاء الله بفضل الله 15 سنين قدام باذن الله. باذن الله رب العالمين، ونشوف كمان بعد كده عوده الجمهور للمدرجات باذن الله. الف شكر، شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، والف مليون مبروك.